أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: ما حكم التسوك بالمساويك المنكهة بالنعناع وغيره لغير الصائم، وهل هي أفضل لما تتركه في الفم من الرائحة الطيبة؟ نعم، ما في بأس، هذا من تطيب الفم، من تطيب الفم. وأنا ذكرت هذه المسألة بالنسبة للصيام احترازا فقط، وإلا الاشتياك بالأعواد هذه المشتملة على نكهات أفضل، لأنها تزيد من طيب رائحة الفم.